الحب أصله التضحية. واش مانيش مبان ولا المهم انا راح نكلفك بها قربت خليل من الفوق ما ندير حتى مهمه غير ولا عرفت واش فيها هنا انا اللي نقرر تنفذ برك وانا ما رانيش خدام عندك من الفوق اي حاجه تحب ديرها سقسيني من بعد نديسيدي نديرها ولا ما نديرهاش Bonjour,
تبع في خواتاته، مره عند بلقيس، مره عند فرح، ودركا لهنا. قمر يا بنتي توحشتكم، علاش راك ديري لي هكذا؟ فرفقي بحالتي شويه. عشان كنتي عايشه راح مانيش محتاجينك، وانا عمري ما حنخليك تقربي لخواتاتي جامي. بعد انا كي نعاودو نجو لهنا نعاودو نديرو معاك. ويا وسي هذا يا عطا دوك نفهمو ابخي دمو ابخي دمو نجي نروحو لابيبليوتيك نفهم لك هدايا واش كاين. واحد نهضر معاك قولي لي واسمو وين يسكن واش يخدم. شكون هذا؟ انا ملي كتهضر عليه اللي جالك لهنا ما فلا فاك راسم. ايه واش يخدم؟ يخدم عند بابا. ايوه علاش راكي تقصي عليها بصح؟ واش كاين؟ لا 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 زين نروح. شنو هادي؟ الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تعرف راسي وجد روحك، المهم قربت. أنا ماذا بيا تقول لي على لافونس باش نكون واجد. مريح انا على بالي وقتاش، انا اللي نقرر كي خيرتك على بالي واش راني ندير. فيكم اللي نقولوا وجد روحك يقولي ماذا بيا نعرف واش راح ندير. حبيتك تعرف اللي من اللحظه هذه راك كثير مهم. هاك نحتاجهم.
انا مازال ما خدمتش، علاش تعطيني دراهم؟ اعتبر ما افونس. شوف سي خليل، ما تفهمنيش بالغلط، راني حاب نعرف هذه المهمه وشنو هي. وكي نخدمها ثمك نخلص. بتعرف بتعرف، روح يلا روح. بنت خويا في داري، مرحبا. سامحه فيا كيما سامح فيا باباك. وليدك اللي جابني هنا معتز، واش دير؟ قلقك؟ قولوا يبعد على اختي. اوامر كي باباك. شوف عمي، امبارح معتز كان مع فرح وصارت حاجه كبيره، بابا ما لبوش بشي اللي صرا، بس حقول المعتز يبعد على فرح خير له. كي باباك، الامر يبرك. راه معتز حابه نشوفه. قلت اللي عندك، انا نهضر معاه. مش باغي باباك يجي يدير لي درس هنا. بصح نسقسيك، المشاكل اللي بيني وبين باباك خاطيكم انتو، انتو ولاد العم، فهميني على هي بعد على بنت عمو. ماما انا ما لاباليش، ماذا بيا نعرف. سقسي باباك. وعلاش جيت وبلا استدعاء؟ علاش جبت وليدي؟ وش بيه وليدك؟ علاه بنعتوني باش نشوف؟ خاطر بان متهم اخر في القضيه، مالا لازم واحد ما يشوف وليدك حتى ني بانكمش. ما فهمتش، حبيت تقولي بلي راكم شاكين في واحد اخر اللي قتل مرتي؟ المهم انت ما تحركش من هنا، كيف ما يبان نعيطوا لك. نقدر نروح؟ مدرس راك تسخن لك. ما تحركش من زاير بلا علم. تفضل. صح.
نروح عند البيرو. يكون لقاو القفلة. يا ربي كيفاش راح ندير؟ تفضلي. أنا ما نحبش نعاود الهضرة زوج مرات. الرابور اللي طلبته منك. ما عندي حتى رابور. ولافير تاع راسيم تخصني أنا. دونك تي تقعدي بعيد. راسيم طلب مني يخدم معك. وأنا سبق قلت له لا. على جلالة تاعك اللي أنا خدمته. وانا درك راني نقول لك لازم تخليه بعيد. باش انت اللي ديسيدي. على بالك بلي راسي مريح حوس على شكون اللي قتل باباه؟ ينعرف شك فيا وغالط في المضرب. صح، انا سبق وحذرتك وانت راك تغلط بزاف، والجماعه قرروا باش يوقفوا المهام ديالك جوسكان بلغت. الدوسي اللي كان عند خوك يحيى فيه معلومات خطيرة عليك، يعني وليت خاطر علينا. سي خليل الحق الوقت باه تروح وما ترجعش. علاش ما خبرونيش هما بعد وقتيا؟ خمم مع روحك تصيبها. La salade, elle est bien. Allô? Oui, Kiltom. Où est-ce que tu es? Alhamdoulilah. Où est-ce que tu es?
هاد الساعه ما كاين والو. ما تقلقيش روحك يا اخي، تعرفيني كاش ما يكون راني نقول لك. خلاص ومن بعد نعاود لك. هاي بسلامه. واش راهي رايحه؟ لاباس الحمد لله. كانت عند خالي في البلاد نحيو موالا خضرها من ياسين مايش مليحه. وي جمالي دو فاصون يكون ينطق محمد نتهناو كامل. اي حقا فكرتني في محمد، لازم نروحوا ليها هكذا ما يحش روحه راهو وحده. وي بيان سور. واش راهو يضحك فيك؟ شو سبحان الله الزمان كيفاه يفوت. شفاي اخر مره تلاقينا فيها؟ هذاك النهار ما يتنساش. جيتني وجهك كحل وانا فرحانه، عن بالي جيت تقول لي راكو جايين. قلت لي يماك قالت لك داو الشر لازم تاخذ بنت خالتك. انت واش درت؟ رحت وخليتني. لا لا ريحان ما تقوليش كي معاك. ريحان انا عمري ما حبيت وحده اخرى بلا انتي. صح عشت معها بما يرضي الله، حافظت على داري وبناتي. بصح غير كيما صب المكتوب قررت نتزوج بك. جيت لداركم لقيتك خارج عروسة. من بعيد طاحت دمعتي وكل واحد راح في طريقه. بصح كي عاودت لقيتك في المحكمة الزمان. لا لا خليني نكمل في حال. صح رانا كبار. بصح اللي في قلبي من جهتك عمري ما راح. عمري ما نسيتك. تزوجي بيا يا ريحان؟ شنو؟ تزوجي بيا يا ريحان؟ هو ماشي مليح. مش نقول لك. شنو الاحساس تاعك تبعد على عينك؟ مش حبيتني نحس مع طز كيما كيما هي كلش في حياتي كل حاجه سيرتو كاني حاسك بأني نعيها بزاف تعبتها
ربي في ذلك شيء. إن شاء الله. حسين عهدني حاجة كي ترجع لها تهلا فيها خطر شوية ما تغالية. صح صح. وشنو الحاجة اللي خلتك تهضر لي من اليوم ويماك؟ على بالي بلي ما راكش عايش معها بصح لازم تروح تزورها، هذا واجب. يا حسرة كنا على بالي وانا راهي ياسين، لكن هذه مدة من اللي عايش معها، على بالي شمون بيضا راهي حية ولا راهي ميتة. ربي يجمعكم في الخير ان شاء الله، ان شاء الله تعيش معها. انا راح ندير القهوة. واش انت كل ما نجي نلقاك في الخدمة ولا قاعد في البيرو؟ كش محتجت؟ قل لي تشفن هالي جيت عندي لاتولي وتلاقيت انت معك بختي بلقيس قمر لبسيكولوج. ابن بلقيس دليل تشكر لي فيها. لا شفت معلش داكش تاع عجباتك. قلت لك نهضر معاها، قلت لي لا صبر حتى انت تهضر معاها، ودرك هضرت معاها ولا لا؟ لا ومازال ما حكيتش معاها. وزيد ما عنديش كاع نخمم في الزواج بو لانستون. شكون راح تقبل تزوج لك بواحد خدام خاصك 24 ساعة؟ المهم هشام سي لوكازيون باش تهضر معاها. وزيد انا كلي كرهت منك. لا لا خويا هاني حاب نزوجك ونفرح بك ان شاء الله. ان شاء الله تنقص شويه من الخدمه هذه، ما تنساش العمر قصيره والانسان لازم يعيشها. ان شاء الله. ميرسي. انت لو كنت خطبها وتقبل تتزوج بك هي راح تسهل عليا انا وبلقيس. صباح الخير. صباح الخير. رحت عند صاحبتي كنت هابطه مع درج زلقت ما حبيتش نقلقها تعيط القمر هذا ما كان. شوفي ما تزيديش تخرجي من الدار بلا ما تشاوريني وديري حاجه في بالك. انا باباكم نحبكم ونخاف عليكم. وشي اللي صرالكم هنا في الدار نوعدك ما يجيش يستعمد. انا ثاني نحبك بابا اسمح لي ما نعاودش. يحيى ما تقوليش نسيت السنسله. هاني اختك تاع فرح. شكون اللي جاب لك هاد السنسله فرح؟ راني نقول لك شكون اللي جاب لك هاد السنسله فرح. انا اللي شريتها من بابا.
مورشي لي صرا حسيت بلي انا كنت غلطه قلت نمشي لهكا طوب باش نزرع باش ما تزيديش كثر على راسي معتز ايه معتز داكوغ وي وصال ياك كنت نسوق على بيع مرفتلكش علاش واش كاين غير الخير سقسات عليا آية وشكون هادي آية نعرف أنا هادي بنت عمك يحيى بالك نهار اللي شافتني معاك عجبتها لا وصال تي ما تحكي لهم والو عليا يا اخي تنسيش بلي كان بزاف ناس يغيروا منك ساعة انا تاني نحبك ساعة عرفتني السير عرفتني على بيت سقسانية شابة اليوم يقتلب لك حين نشوف فنسيت شلاني برزر تاكسي بوز عجب تكاد اليوم كاش بقيت روحك قمر أنا حاب العم جاي تكوني في داري إن شاء الله
سمح لي الدنيا عليك. قولي بابا علاش تكرهني؟ راك تخلط بلك، راك عيان، روح تريح. روح. نحب نفهم علاش النهار اللي راحت يما ما دتنيش معاها. تشوفها سقسيها. حسوبا على بالي وين رايح حتى نسقسي عليها. ما تجبدليش عليها. شوف بابا تهلا في روحك وزيد خمم. الدنيا واعره. معتز اش حبيت تقول بهذه الهضره؟ حتى وانت ما تحبنيش انا نحبك ونخاف عليك يا بابا العزيز. زاد عليها الحال بزاف. صح ماني ما طوليش. صح ما كنتيش مليح؟
لا لا صافا. ملي قعدتي ما كنتي حتى كلمه عن بالك. ماشي من عوايدك. عييت من الخدمه بابا. هاد اليوم تم يجيو لي حالات شويه صعاب. اعتراف كبير هذا. اختي كامرة عييت من خدمتها. واش دواك باش نديك لافاك؟ بابا معليش نروح وحدي في الكوس. واش كيهبط رايبتك في الكوس؟ تعيشي. عييتيش مني؟ تخليها تروح وحدها بصح تبعها هكذا كي تجي لما تشوفها نهضر معاها. هي اللي باتت السلسله الفرح وش يقول البايا حتى لو ملقيتهاش اليوم يبقى مراها حتى تلقاها. معليش بابا خلي تروح وحدها. الحمد لله الحمد لله. لا ديغنيغ فوا نسيت نهضري عندك. اه نعملك ما انا خبيتهم لك. اه عزاز عليا جابتهم لي ماما كادو. ربي يخليها لك. يا اختي راسي من بعد نعيط لك. باي باي. شنو هذا؟ برنامج برعاية كوندور. هذا البرنامج قدم لكم من طرف إيليو. جيزي معها تقدم.